قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، تبوا الإخوان، قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، راح نحل أن هذا هاي النتورك أو هذا السيستم راح نحله بطريقة راح نحله بطريقة النود إيكويشن. النود إيكويشن هسه إحنا عندنا 3 باصز أو 3 نود. الباص بار ممكن أن نعامله نفس النود. هو نفس الباص بار هو نفس النود ما في فرق. فهسه نجي الاي 1، الاي 1 شو يساوي؟ هسه هنا عندنا الاي 1 شو يساوي؟ تقدر تقول واي 1 2 زائد واي شكو ادمتنس مرتبط باص بار رقم 1 في الفولت هي. يعني راح يصير عندي الواي زائد واي 1 2 زائد الواي 1 3. هسه نوقف شنو الواي؟ يا ابن بي 1 ناقص نفس هذا الواي، واي 1 2 بي 2، لانه ايش عندنا؟ ان هذه الواي او هذا الزد، هذا الست مرتبطه بي من باص بار رقم 1 وباص بار رقم 2، فمره اخذناها على في 1 ومره ناخذها على من؟ على في 2. ناقص واي 1 3 في 3، هذا المعادله رقم 1. طبعا الواي شو تساوي لي؟ الواي احنا نسميها الادمتنس. وتساوي 1 على يمين على 6 مقلوب 6، هذا اللي نقصد فيه الواي. فهسه هذه اذا اريد نستخرجها، يعني هذه المعادله اذا اريد نبسطها بعد اكثر، ناش راح نقول ايش عندنا؟ شو نقول؟ نقول اي 1 شو يساوي؟ في 1 ناقص في 3 على يمين على 6 3 1، 1 على 6 3 1 شو يساوي؟ 1 على 6 يصير واي 3 1 بي من في في 1 ناقص في 2. تمام، نفس الطريقه بالنسبه لمن زد 2، زد 1 2، 1 على زد 1 2 يا فولتيه في 1 ماينس شنو؟ في 2. فصير عندي بهالشكل المعادله، هذه المعادله رقم 1. زين، معادله رقم 2 نروح على التيار الثاني، وين التيار الثاني؟ هذا. فنشوف شكو ادمتنس مرتبط به، فهنا ايش عندنا؟ عندنا زد 2 1 زائد زد 2 3، نقلبهم مباشرة فراح شو يصير عندي؟ واي 1 2 زائد واي 2 3 يا بي بي 2 ماينس، ارجع على هذه على هذه الواي، واي 1 2 هذه من بعد بالفي 1 ناقص واي 1 2 3 هذه المعادلة رقم 2. زين، اي 3 طبعا مثل ما تشوفون اي 1 هسه واي 2 ايش فيهم؟ انجكتد كارت. يعني شنو انجكتد كارنت؟ يعني داخل المن الى الباس بار، فدائما الانجكتد كارنت بيكون بوزيتيف زائد. زين، اذا عندنا اكستراكت كارنت، اكستراكت كارنت يعني مستخلص منين او خارج من الباس بار، نعطيه اشاره شنو؟ ماينس. او بمعنى اخر اذا كان عندي التيار، يعني التيار الخارج من الجنريتر هذا بوزيتيف، التيار اللي يروح لللود ناعم لود ايش نعطي؟ ماينس. فاي 3 ايش بي؟ للود اعطيناه ماينس. الاي 3 مثل ما تشوفون هذا باص بار رقم 3، الباص بار رقم 3 ايش عليه؟ عليه زد 3 1 زائد زد 2 3 زائد واي، هاي هم نعطيني اياها مباشره ادمتنس واي 3 0. ليش 0؟ هنا وين رايحه؟ للجراوند.
يعني الجهه الثانيه مال فولتي ايش فيها؟ صفر. فراح اجمعهم ذولي راح احولهم الواي فراح يصير عندي واي 1 3 زائد واي 2 3 زائد واي 3 صفر. هذه يافي بي 3 نعم. ذولي هسه شنو؟ كل واحد اشوفون متصل بياه بالجهه الثانيه يعني واي 1 3 في 1 ناقص واي 2 3 في 2 ناقص واي 3 صفر يا فورتي صفر فما يحتاج نكتب. هاي المعادله الثالثه زين. طبعا لصعوبه حل هاي المعادلات يعني احنا ما نقدر نحلها. اذا عندنا مثلا بعد باص بار يعني اربع باص بارات عندي 4 باصز راح يصير عندي شنو اربع كويشنز فلازم نحولها الى بصيغه الماتريكس بصيغه الماتريكس. فهنا لازم شو نسوي هسه بهاي الحاله؟ لازم نرتبها بالضبط. فهنا عندي في 1 فمجرد انه انقل الفي 1 اجيبها هنا الفي 2 اوديها هنا الفي 3 هاي تبقى هنا وهكذا. هذا الفي 1 اجيبها هنا فقط ارتبها. فهسه راح يصير عندنا راح يصير عندي هنا ماينس واي 1 2 في 1 مو صحيح؟ زائد واي 1 2 زائد واي 2 3 في 2 ناقص واي 2 3 في 3 مو صحيح؟ فقط ركبناه. زين هذا نفس الطريقه هنا انقل الفي 1 هم راح تجي عندي الفي 1 هنا راح يصير عندي بهالشكل واي 1 3 مو 1 3 في 1 ماينس زائد واي 2 3 ماينس مو ماينس 2 3 في 2 بلس واي 1 3 زائد واي 2 زائد واي 3 صفر في 3. فهسه عندنا ضمن المعادلات اذا اريد نخليهم نرتبهم مصفوفه راح يصير عندنا كالاتي. هنا ايش اجيب؟ هنا يصير عندي تيارات هنا مصفوفه شنو؟ الان هنا الفي 14 زين التيارات شلتنا احنا تفضل السلام عليكم عليكم السلام اي 1 اي 2 عليكم السلام اي 3 دائما من نخلي المصفوفه نخلي الاي 1 اي 2 اي 3 مقاديرها شو نخلي؟ نخلي فورتيات في 1 في 2 في 3 زين هسه شو نرتب؟ نرتب الادمتنسز اللي موجوده عندنا. فشو راح نقدر نرتبها؟ اعتقد انها تحتاج نطبق على المسوق شوي. زين. هسه عناصر الـ V1 راح تكون بهالشكل هذا المرتب، يعني هذا راح يكون العنصر الأول. Y 1 2 زائد Y 1 3 اللي بعده ماينس 1 2 زين ماينس 1 3 نجي لمن؟ للفي 2 نفس الطريقة راح تكون عندي ماينس 1 2 هذا العنصر هذا اللي هو Y 1 2 زائد Y 2 3 نفس الطريقة هذا الفي 2 ماينس زين نجي الى في 3 راح تكون عندي واي 1 3 ماينس ماينس واي 2 3 هنا ايش عندنا؟ عندنا هذا اللي هو 1 3 واي 2 3 زائد واي 3 صفر صارت عندنا المصفوفه بهالشكل هذا
اول شيء نستنتج انه المصفوفه عناصر المصفوفه او الرانك مال المصفوفه هو ايش قد؟ ثلاثه. وعليه انه نقدر نحسب المصفوفه مباشره اذا كان عندنا نشوف ايش قد عدد الباسوارات اللي موجوده عندنا في الشبكه. اثنين. فالمصفوفه مال ادمتس شو تصير عندك؟ اثنين في اثنين. ثلاثه تكون عندك ثلاثه في ثلاثه. عشرة تكون المصفوفة عشرة في عشرة. هاي المصفوفة سيمتريكال. شنو يعني سيمتريكال؟ يعني هنا باستثناء انه راح اطلع هذا الدياجونال. هذا هنا نسميه الدياجونال. قطر. هذا القطر الرئيسي. هنا ما تبقى من العناصر. شنو موجود هنا؟ هي نفس العناصر الموجودة. سيمتريكال ماتريكس. فإذا المصفوفة راح تكون ايش قد عدد البصص اللي موجوده، نمبر اوف بصص اللي موجود عندي؟ ثلاثه. فالرانك مال المصفوفه راح يكون ثلاثه في ثلاثه. اربعه اربعه في اربعه. خمسه خمسه في خمسه وهكذا. زين. احنا ما نقدر نحل بهاي الطريقه، ليش؟ لانه يعني احتمال انه يكون عندي نمبر اوف بصص عالي يعني، فما نقدر نحل بهاي طريقه النون ايكويشنز. الافضل شنو؟ طريقه البص ادمتنس او ما يسمى بالواي بص. عليكم السلام. الواي بص شو نسوي؟ نجيب المصفوفه اول مره نشوف النمبر اوف بصص ايش قد عندنا؟ مثلا ثلاثه. اول ما نجي نخلي المصفوفه مالتنا اللي هي ثلاثه في ثلاثه، هسه عندنا هنا ثلاثه، فالمصفوفه مالتنا ثلاثه في ثلاثه. زين، نجي المن الى هذا العنصر، اول عنصر اللي هو ايش قد رقمه بالمصفوفه هذا؟ واي. هذا راح اسميه انا راح اسميه واي كابيتال. واحد واحد. زين، هذا ايش قد رقمه بالمصفوفه؟ واي كابيتال 2 2. لا اخوان، هذه واي كابيتال اللي مخلينها سابقا اللي هي قيمه الادمتنس مطينها واي سمول احنا. زين، هذا العنصر الثالث واي 3 3. هذني شو نسميهم؟ عناصر الدياجونال. الدياجونال او ما يسمى بالسيلف ادمتنس. او ما يسمى بالسيلف ادمتنس. هسه نعرف منين جايتنا يعني كلمه ليش نسميها سيلف ادمتنس. زين، هذا هسه اذا نشوف العنصر اللي هو نجي عليه من العنصر واي 1 1، منين اجانا هذا؟ اذا نشوفه نروح على باسبار رقم واحد ونجمع الادمتنسز اللي موجوده عندنا. نجمع شكو ادمتنس مرتبط بباسبار رقم واحد نجمع. هسه هذا باسبار رقم واحد، وين الادمتنسز اللي مرتبطه به؟ زد واحد. هذا الامبيدنس، طبعا الزد احنا الامبيدنس وبسهوله نقدر نحصل عليه من أدمتنس. على الادمتنس شلون؟ مجرد نقول واحد على زد واحد ثلاثة، يعني هسه هذا اقدر امسحه وش اكتب مكانه؟ واي واحد ثلاثة. شلون قدرت احصل عليه؟ منين جبت واي واحد ثلاثة؟ شو يساوي لي؟ واحد على زد ثلاثة واحد او واحد ثلاثة. يعني تقدم متاخر ماكو مشكله، هن راح يكون المساويات، نعم العناصر راح تكون مساويه، ماكو فرق، يعني تكتب واي واحد ثلاثه ثلاثه واحد ماكو مشكله. نعم زد واحد ثلاثه، هذه نفس الطريقه اقدر امسحها وش اكتب؟ واي. هذه نفس الطريقه ايش نكتب؟ ايضا واي. الواي واي سمول نقدر نحصل عليه، شلون؟ قلنا نقسم واحد على زد. هو يعطيني اياها. الزد نسميها امبيدنس والواي شو نسميها؟ ادمتنس. يعني الادمتنس هو واحد على زد. واضح اخوان؟ فهسه نجي من هذا العنصر، هذا العنصر الاول اللي هو واي 1 1 هذا. شلون نقدر نحصل عليه؟ واضح من خلال النود ايكويشنز هذه المعادلات انه الواي 1 1 شلون قدرنا نحصل عليه؟ جمع جمع واي واحد اثنين زائد واي واحد ثلاثة. واي واحد واحد اثنين هذا وواي واحد ثلاثة هذا. وعليه انه شكو ادمتنس
متصل او مرتبط بباس بار رقم واحد، ايش راح ينطيني؟ مجموعهم يعطيني الواي 1 1. زين، نروح على اليمن بنفس الكيفيه، نروح على اليمن على الواي 2 2، يعني نروح على باس بار رقم 2، هذا باس بار رقم 2، اشوف الادمتنسز اللي مرتبطه بباس بار رقم 2 اللي هي واي 1 2 وواي 2 3، اجمعهم شو يعطيني؟ واي 2 2 واي 2 2، ها واي 1 2 زائد واي 2 3 او 3 2، ماكو مشكله. زين، العنصر الثالث اللي هو واي 3 3، واي 3 3 مباشره وين نروح؟ باس بار رقم 3، نشوف الادمتنسز اللي متصله به، واي 3 0 زائد واي 3 1 زائد واي 2 3، نجمعهم ايش راح يعطيني؟ يعطيني الواي 3 3. اذا هاي ايش سمينا هالعناصر؟ قلنا هاي الدايجونال او السيلف ادمتنسز. السيلف ادمتنسز جاي منين؟ يعني العناصر المرتبطه بنفس الباس بار، العناصر المتصله بنفس الباس بار. زين، نجي الى من؟ نجي الى هذا العنصر اللي هو شنو رقمه بالمصفوف هسه؟ الصف الاول واي 1 2. زين، هذا واي 1 3، دائما الرقم هنا يكون عندي رو وهذا الكولوم، يعني هذا يكون بالصف، بالصف الاول والعمود الثاني. هسه هنا الصف الاول والعمود الثالث، واضح؟ فهسه نجي لمن؟ الى هذا ايش راح نسميه؟ راح نسميه واي 1 2. واي 1 2 شو يساوي لي؟ اروح على باس بار رقم 1 وباس بار رقم 2، اشوف العنصر، اشوف الادمتنس اللي مشترك بيناتهم. هسه هذا باس بار رقم 1 وهذا باس بار رقم 2، الادمتنس اللي متصل باس بار رقم 1 وباس بار رقم 2، اشوف ايش قد قيمته واضربه في سالب، اشاره ماينس. فهنا راح يصير عندي واي 1 2 هو عباره عن ماينس واي سمول 1 2. هاي شو تمثل؟ تمثل لي الادمتنس مشترك، هاي تمثل لي الادمتنس المشتركه بين باس بار رقم 1 وباس بار رقم 2، باس بار رقم 2، وعليه هذول العناصر شو نسميهم؟ نسميهم الاوف دايجونال. اوف ميوتشوال ادمتنسز، ميوتشوال يعني مشترك. الاوف دايجونال هاي العناصر هاي المتبقيه اللي هي ما عدا الدايجونال، هذه نسميها الاوف دايجونال او نسميها ميوتشوال ادمتنسز، يعني الادمتنس اللي مشترك. زين، نروح الى هذا العنصر اللي هو واي 1 3، واي 1 3 شو يساوي لي؟ اروح على باس بار رقم 1، هذا باس بار رقم 1 وهذا باس بار رقم 3، مو صحيح؟ الادمتنس اللي بيناتهم اللي هو سمينا احنا واي 3 1. زين، نضربه ماينس ونجيبه نخليه بالمصفوف، هذا ماينس واي 1 3. هذول العناصر راح شو يكونون؟ يعني هذا الواي 1 2 والواي 1 3 هم نفس العناصر اللي هنا، نفسهم تماما، يعني نفس القيم، هنا 5 تخلي هنا 5، هنا 6 تخلي هنا 6، مباشرة شو تحصل هنا؟ تجيبهم تخليهم هنا، اللي هم هذول شو يسوون؟ يعني شو يساوون هسه هذا ايش قد بالمصفوفة؟ يا عنصر واي 2 1 رو 2 والكولوم 1، هذا شيء بالمصفوفة شو يساوي لنا؟ 3 1، وعليه نستنتج انه الواي 1 2 الواي كابيتال 1 2 شو يساوي لي؟ واي 2 1، الواي 1 3 شو يساوي لي؟ واي 3 1. نفس الطريقة نقدر نحصل على البقية، يعني هسه مثلا عندنا هذا العنصر هذا واي 2 3، واي 2 3 شو يساوي لي؟ اروح على باس بار رقم 2 وباس بار رقم 3، اشوف الادمتنسز
اللي بيناتهم او الادفتنس اللي متصل بيناتهم. شو نسوي له؟ نجيب القيمه ونضربها ماينس وننزلها من وين؟ بالمصفوفة. هذا اذا رتبنا المصفوفة بهالشكل هذا يعني y11 y23 كابيتال اقصد، وقدرنا نحصل على العناصر اللي داخل يعني القيم اللي موجوده هنا، قيم هذه y11 y12 y13، هذا ما يسمى بالواي بس، هذا نقدر نسميه بالواي بس. زين هاي شنو ايش راح يسهل لي؟ هاي راح يسهل لي الواي. شلون؟ قلنا احنا اذا قدرنا نحصل عناصر هاي المصفوفه نقدر مباشره نخلي هاي المصفوفه، ومن خلالها نقدر نعرف كم تيار عندنا. يعني هنا احنا اول شيء شلون عرفنا الرانك مال المصفوفه؟ من خلال النمبر اوف باسز. كم باص صار موجود عندي بالشبكه؟ ثلاثه. فاجينا سوينا مصفوفه ثلاثيه وعليه التيارات راح يكون عندي ايش قد؟ ثلاثه. والفولتيات ايش قد راح تكون؟ اربعه. اسف ثلاثه. فاذا حصلنا يعني اذا قدرنا نحصل قيم، عليكم السلام، اذا قدرنا نحصل قيم التيارات، اذا قدرنا نحصل قيم التيارات راح يكون عندي الحل سهل مباشره. ايش اقدر احصل؟ قيم الفولتيه. واذا حصلنا قيم الفولتيه العكس صحيح، نقدر نحصل قيم التيارات بسهوله، مو مثل هاي طريقه النود ايكويشن، يعني لازم نسوي المعادله وبعدين نرجع نصيغها صيغه المصفوفه، فراح تصير العمليه مطوله. واضح اخوان؟ وبعد اكو فد ملاحظه انه هذه الماتريكس احنا نقدر نعدل عليها. شلون يعني؟ يعني مثلا هسه عندي هاي المصفوفه، هذه المصفوفه لنفرض انه اجاني فد باس بار اضافي، باس بار اضافي ومدينا ترانسميشن لاين مثلا بين باس بار 2 وباس بار 4، فنقدر نسوي ابديت او نسميها موديفايد واي باس بسهوله على هذه الماتريكس. واضح اخوان؟ مثل ما راح نشوف هسه بالانفو. واضح؟ اكو احد عنده سؤال؟ اكو شيء ما واضح؟ خلاص استاذ. طب هسه عندنا هذا المثال اللي هو بصفحه 5، مثال بصفحه 5. نعم صفحه 5. Y bus for the 4 bus system shown in the figure. جيت الواي بس لهذا السيستم الموضح بالصوره. هنا منطيني 4 buses. منطيني 4 buses. فاول شيء الماتريكس راح تكون مال تشبيه 4 في 4. منطيني قيم الزد اللي هي شو تمثل؟ تمثل الامبيدنس. فاحنا مباشره اذا منطيني الامبيدنس يعني افضل انه على الرسم ما نخلي الزد، يعني اذا رسمناه مره ثانيه ماكو داعي نخلي قيم الزد، نقدر نطلع قيم الواي مباشره. شو نسوي؟ بالضبط. فهسه مثلا عندي الزد اللي هي بين باص بار رقم 1 وباص بار رقم 2، هذه هنا ايش قد منطيني اياها؟ زد جي 0.1.
فش اكتب؟ اكتب الواي مباشرة. الواي ايش قد راح تطلع قيمته؟ الواي هاي يا واي هاي واحد اثنين مو صحيح؟ زين واي واحد اربعة مثلا واي واحد اربعة اللي هي مطين الامبيدنس مالتها جاي 0.2 فهذه اذا اريد نحول الى الواي ايش راح تصير؟ عندنا واي واحد ثلاثة اللي هو منطين الامبيدنس مالتها جاي 0.5 جاي 0.5 فنحولها راح شو تصير عندي؟ الواي واحد اربعة شو تساوي لنا؟ ماينس جاي ايش قد نفس الطريقة عندنا هنا واي اثنين ثلاثة ماينس جي خمسة نفس الطريقة هذه واي ثلاثة أربعة أو أربعة ثلاثة فش تساوي ماينس جي عشرة زين هسا مباشرة ولا عندنا ايه حولناه جي صار جي بين الاول والرابع هذه ما تمام تبوا الاخوان هسه ايش راح نطلع؟ نطلع بيهم عنصر عنصر اول شيء الواي 1 1 الواي 1 1 نروح على باس بار رقم 1 بالضبط ونجمع الادمتنسز اللي متصل او مرتبط بينا باس بار رقم 1 هنا وين الادمتنسز اللي موجود عندنا؟ ناقص 10 زائد ناقص 2 طبعا جي هسه نطلعها جي عامل مشترك فصار عندنا 12 سالب جي 12 5 سالب جي 17 يقدر يقول الجي هنا لان هم كلهم بيهم جي فايش قد طلع عندنا؟ 17 زين هذه يا واي واي 1 1 زين واي 1 2 هذا اللي هي بين باس بار رقم 1 وباس بار رقم 2 واي 1 2 شو يساوي لي؟ ناقص 10 ناقص 10 ايش قلنا اذا نجيبه؟ نضربه بماينس ونضربه باشاره ناقص هو بناقص بيتحول موجب فراح يكون عندي ايش قد؟ 10 جي طلعتها جي طلعتها واي 1 3 واحد ثلاثة شكل اثنين نفس الطريقة واحد أربعة واحد أربعة خمس دول العناصر أكثر مباشرة شبيهم أجيبهم وأنزلهم هنا واضح يعني راح يصير عندي عشرة اثنين خمس نجي من العنصر الثاني اللي هو واي 2 واي 2 اجمع هذا بالضبط يعني راح يصير عندي 5 10 15 2 ها؟ ما يكتبوا 10 5 اي اسف هذا وين باص رقم 2 راح يصير عندي 10 و5 15 بس ماينس ليش ماينس هذا يبقى على وضعه يعني ما نضربه مثل الميوتشوال هذا زين واي 2 طبعا هذا واي 2 1 واي 2 3 واي 2 واي 2 4 2 4 ما في اتصال بيناتهم راح يكون عندي صفر ذول العناصر قلنا ايش فيهم؟ نجيبهم وين خليهم؟ خليهم هنا راح يصير عندي 5 صفر زين هسه نكمل هذه واي 3 1
وايد 3 2 وايد 3 3 وايد 3 3 عندي بيها 3 اللي هي ال10 وال2 12 وال5 17 مو سالس زين وايد 3 4 وايد 3 4 اللي هي 10 هذا العشرة نزلها وين؟ هنا مباشرة. زين. آخر شيء شبه عدنا؟ عدنا خمسة. هذا ما يسمى بالواحد بس وصل. زين. مرات يطلب من عندي أكثر من هذا الشيء. يطلب من عندي أكثر من هذا الشيء. إنه يعني يريد من عندي فوقية مثلاً يريد من عندي تيار. هذا بحث اخر يعني ان شاء الله راح نتطرق له المحاضرات القادمه بس هسه حاليا شلون اقدر اكون الواي بس نقدر نكون الواي بس بهاي الطريقه وبسرعه